الكريم الشيخ الدكتور علاء دبور عضو هيئة التدريس في جامعة الأزهر زارنا اليوم، مرحبا به. نسأل الله أن ينفعنا بعلمه وأن يتقبل جهده وأن يجعله في ميزان حسناته، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله على نعمة الإيمان وما أعظمها من منة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد لا من قلة، وموجود لا من علة، تنزهت عن الشريك ذاته وعن الشبيه صفاته. هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة حتى كشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة الكرام، مرحبا بهذه الوجوه المشرقة المنيرة الوضاءة في بيت من بيوت الله عز وجل. يسعدني ويشرفني أن أكون حاضراً بين حضراتكم في وسط إخوتي في الإسلام من أنحاء الدنيا في هذا الشهر الكريم، في شهر رمضان. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم وعن معصيته أبعد، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. شهر رمضان أو الصيام عبادة من العبادات، ركن من أركان الإسلام، فرض الله عز وجل علينا أن نصوم في هذا الشهر. والسؤال حتى لا نطيل والوقت ضيق، السؤال الذي أود أن أسأله لنفسي أولا ثم يسأله كل واحد منا لنفسه: لماذا فرض الله علينا الصيام؟ ما هي الغاية من وراء صيامنا؟ حتى إذا عرفنا هذه الغاية عملنا لها وأصبحنا نقيس أعمالنا وصيامنا بالنسبة لهذه الغاية. هل نحن نسير في الطريق الصحيح لتحقيق الغاية
أم أننا بعيد عن هذا، عن تحقيق هذه الغاية؟ أولاً لابد قبل الطريق أن نعرف الغاية التي سنسير إليها. هل فرض الله علينا صيام رمضان ليعذبنا بالامتناع عن الطعام والشراب؟ هل فرض الله علينا الصيام ليؤدبنا على أخلاق وآداب معينة؟ هل صيامنا ينفع الله عز وجل أم أنه لمصلحتنا نحن؟ هذا هو السؤال بصيغ ثلاث نجملها. لماذا نصوم؟ الحق أنه هذا سؤال كبير ويحتاج إلى تفصيل، وباختصار نقول العبادات في الإسلام هي دائماً وأبداً لمصلحة المسلم. الله عز وجل غني عن عبادتنا، عبادتنا لا تنفعه، كما أن معصيتنا لا تضره. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ماذا لو قصرنا؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. هذا كلام الله يعلمنا أن المسألة في جانب العبادات تتعلق بمصلحتنا نحن، أنا المستفيد من العبادة وليس الله عز وجل. ولذلك ورد في الحديث القدسي عن رب العزة جل جلاله يقول وينادي على عباده: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كل الخلق كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر أسوأ يعني قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن العبادة، كل العبادات هي لمصلحتي. عبادة الصيام، ما المصلحة التي تتحقق من خلال الصيام؟ الآية واضحة التي ذكرت فريضة الصيام. ماذا قال ربنا عن فريضة الصيام؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا؟ لعلكم تتقون. إذن هناك غاية يجب علي أن أحققها من الصيام. إذا لم أحقق هذه الغاية، الصيام يحتاج إلى مراجعة. فإذا وجدت نفسي بعيداً عن هذه الغاية
لا بد وأن أراجع نفسي. الغاية واضحة، التقوى. كيف تتحقق التقوى من خلال الصيام؟ الله عز وجل خلقنا من جسد وروح. الجسد هو أصلا من الأرض، في الأصل الله خلقنا من طين. جسم أو الإنسان وخلق الإنسان في الأصل خلق الإنسان من سلالة من طين، لكن هذا الإنسان أصبح مكرما حينما نفخ الله فيه من روحه، فأصبح الإنسان منا يعيش بجسد أصله طيني مادي ونفخة علوية من النور الإلهي. هنا هذا الاختلاط والتداخل بين هذه المادة والروح. ماذا يحدث في غير رمضان؟ الجانب المادي هو الذي يطغى على الجانب الروحي، الطعام، الشراب، الشهوة، الملذات، كل ما أريده لخدمة ماذا؟ لخدمة الجسد، الجانب المادي. الجانب الروحي موجود لكنه ضعيف، فيأتي رمضان ويأتي صوم رمضان ليعدل الأمر، ليقلب المعادلة. يتأخر الجانب المادي ليتقدم الجانب الروحي. في رمضان أنت تمتنع بالنهار عن غذاء المادة، لماذا؟ لأترك الروح لتنطلق الروح، فحينما تنطلق الروح تتعلق بالله عز وجل وتتعلق بطاعة الله عز وجل وتتعلق برضا الله عز وجل، ساعتها تتحقق التقوى. إذن الصيام يساعدنا لأن نصل إلى التقوى. كيف؟ حينما يغذي الجانب الروحي ويؤخر الجانب المادي. شهر كامل في العام على هذه الطريقة لتأخذ طاقة روحية تستكمل بها هذا العام. إذن التقوى هي الغاية التي من أجلها نصوم، التي من أجلها نمتنع عن الطعام والشراب والشهوة حتى نعطي مجالا للروح، فتنطلق هذه الروح وتظهر هذه النفخة النورانية الإلهية العلوية، فيتغذى الإنسان من الجانب الروحي. إذا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جانب آخر من غاية الصيام أن موازين الأرض غير موازين السماء. الناس البشر في حياتهم لهم موازين، يزنون بها أشياء كثيرة، منها ما يسميه ميزان البشر. ميزان البشر في الصوم، الميزان الذي الصحيح الذي توزن به الأعمال
هو ميزان التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا في ميزان الله ليس في ميزان البشر. موازين البشر هناك معايير أخرى يفضلون أحياناً أصحاب المال، يفضلون أصحاب المناصب، لكن الله عز وجل ميزانه هو هذه التقوى التي يدعون لتحقيقها. ولذلك ورد في الحديث أن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه صعد يوما على شجرة وكان جسمه ضئيلا نحيفا، فجاءت الريح فكشفت عن ساقيه فكانت ساقه دقيقة، فضحك بعض الذين رأوا هذا المشهد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتضحكون من دقة ساق ابن مسعود؟ قالوا: استغفر لنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: واستمع جيدا، والذي نفس محمد بيده، صلى الله عليه وسلم، إن ساق ابن مسعود في ميزان الله أثقل من جبل أحد. في ميزان من؟ في ميزان الله. في الحديث الآخر يؤتى بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. إذن الميزان الإلهي يزن بمعيار واحد. ما هو هذا المعيار؟ التقوى. وما هي التقوى؟ غاية الصيام. إذن حينما نؤمر أن نصوم، الله عز وجل يريد أن يضعنا ويضع لنا الميزان الحقيقي. في الصدقة أيها الأحباب، حينما يخرج الإنسان من ماله ليعطي لله، هذا المال الذي أخرجه نقص أم زاد؟ في ميزان البشر نقص، معي 100 أصبحت 50. في ميزان البشر هذا المال نقص، في ميزان الله هذا المال تضاعف. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ هذا المعيار المضاعفة الكثيرة في ميزان البشر؟ لا، في ميزان البشر المال نقص، في ميزان الله تضاعف المال أضعافا كثيرة. إذن عندنا الصيام يوصلنا إلى هذا الميزان الحقيقي الذي يجب على المسلم أن يجعله نصب عينيه في كل أعماله، يزن بميزان الله الذي هو التقوى. الصيام أيها الأحباب يخرج منا الطاقات الكامنة، الطاقات الكامنة. أنا في رمضان أكتشف أن لدي طاقات كامنة، أنا قادر وعندي إرادة، أنا آكل وأشرب وقت ما أشاء بالليل أو بالنهار، وآكل ما أشاء في غير رمضان. يأتي رمضان ليؤدبني ويعلمني
الإرادة، قوة الإرادة. استطعت في رمضان طوال شهر كامل أن أمسك نفسي عن الحلال. أنت في رمضان تمسك عن الحلال، عن الطعام الحلال، وعن الشراب الحلال، وعن الزوجة وهي حلال. شهر كامل استطعت أن تربي نفسك على هذا. من المفروض أنك أصبحت تمتلك إرادتك، أصبحت تمتلك إرادتك. فلن يقبل منك بعد رمضان أن تقول أنا لا أستطيع أن أترك العادة الفلانية، أو لا أستطيع أن أستغني عن كذا. لا لا، استطعت طوال شهر كامل في رمضان أن تربي نفسك على ضبطها. إذن بعد رمضان أنت قادر إن شاء الله على أن تمتلك إرادتك وأن تمتنع عن كل ما يغضب الله، إذا كنت قد استطعت أن تمسك عن الحلال. فهل بعد رمضان لا تستطيع أن تمسك عن الحرام؟ هذا لا يعقل. أسأل الله عز وجل في هذه الساعة وفي هذه الليلة أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر لنا عيوبنا، وأن يتقبل صيامنا، وأن يتقبل قيامنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤية حبيبك ومصطفاك. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.